في سلسلة من الإضرابات اللي شدتها بعض موانئ ولاية مستير، قام البحارة في طيادة بإضراب مفتوح على خلفية غلاء المحروقات وضعف الدعم رغم الانخفاض الكبير لأسعار البترول في الأسواق العالمية. الإضراب هذا كان بقيادة الاتحاد الجوي للفلاحة وصيد البحر بمستير وميدان صيادة نقلة العين المكان، وكان هذا التقرير التالي. عندنا مشكلة نتاع مزود في كافة المواني، مشكلة صغيرة واحنا مشاركين معاهم الناس كل مع المواني الكل، فاحنا مرابطين في الهيئة نسمعوا في الحكومة ايش باش تعمل لنا في حكاية المزود اللي هي برميل وصل ل 140 دولار يحسبونا فيه ب 500، يوم صباح البرميل اقل من 30 دولار وباقي الصوم هو ماشي كما غلاوا المزود وقت غليز ويرخص وقت لا يرخص. هذا حق من حقوقنا باش تعاونوا البحار باش ينجم يخدم باش ينجم ينتج. علاش كي يجي اسرع يبيع الطقس نص هكا يقول لك انا اللي صراح مزود غالي عليا يترخص ولا تشجع الدولة حتى في البحار باش يخدم على روح. باهي هو قداش تشرو فيه انتم المزود؟ انا بالدعم تاع الدولة ناخذ ب 860 فرنك. وزاد هو تاع البريود الاخرانية؟ البريود الاخرى وقت اللي وصل 140 دولار وصل للصوم هذاك، قبل كان 220 فرنك وفهم 100 فرنك دعم، اليوم قلت لا وصل 12% وناخذ فيه ب 850. ومدام البرميل وصل ل 30 دولار يلزموا يرجعوا الامكان. الواقع يلزموا 300 فرنك مش يوصل ل 12%. باهي الاضراب نتاعكم هذايا الى معناها مفتوح ولا شنو مطالبكم بالضبط؟ مطالبنا اللي انت استنتنا الحكومه وترخص لنا في بترول. بدينا المزود يرخص. المزود وضاي البحارة احنا لول حتى في جبال الفلوس ما عندهم قاعدين واحلين معناها بالغلال المزود عليهم والظروف القاسية عليهم، زيد الدنفير زيد النو السنة ما صارش في الواحد كي تبدا فما الخير ما يلوجوش لا على مزود لا يلوجو قاعدين يخدموا ينجوا يصوروا ويدفعوا. توا حتى باش تمشي للهباط النمباير راح يصبوا بك التران تمشوا للهباط باش ناخذوا الفلوس يقعد يمرج فينا ما عندهمش فلوس وما عندهمش واحد ولاقين صعوبات الكل بالغلي دول الكل في الدول الديمقراطيه والدول البناه النظيفه معناها يغلى يرخص البترول يرخصوا يغلى اذا طالبوا توا لقيتهم في ضرب عندهم عاملين ضرب وحق ضرب شرعي. شوفاني الناس بحارات الصيادة كل الناس متحضرة بالرغم اللي يقول لك بحار ومش قرين وواحد كاين لكن متحضرين لأن سك أو رابطين في لينكاتهم لأنك التكسير لأنك التشويش لأننا نحبوا نعملوا حتى شيء. احنا ديما بورتنا وبحارتنا مشهورين بكل الشيء هذاك، طالبوا لنا الحكومة باش تسمعهم وتسمع جميع البحار وراي ظروفهم توا السنة صعيبة ياسر.